السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ أنا بكم في فيديو جديد، النهاردة فيديو غريب جدا يا جماعة، حاجة بسم الله ما شاء الله، جند من جنود الله، اللي هو الريح يا جماعة، اللي هو الهواء الشديد، الهواء الشديد يا جماعة زي ما احنا شايفين في الفيديو ده، ممكن لو جاء على مركب يغرقها، لو جاء على بيت ممكن يقلعه من مكانه، انت هتشوف دلوقتي هو يعمل ايه، لو جاء على شجرة برضه بيطيرها من مكانها، بيخلعها من الأرض، حاجة بسم الله ما شاء الله. سبحان الله ملاش يعني ما حدش يقدر يقاومها. الحاجات دي دايما بتنزل في الدول الأوروبية، وانا شفتها في اليونان كانت بتكسر شجر كتير، ولو جات على مركب، على مركب كبير بتغرقه. حاجة سبحان الله، حاجة بسم الله ما شاء الله، سبحان الله سبحان الله. شايفين يا جماعة الريح بيعمل ازاي؟ ده بنسميه بلغة الصيادين، الناس الصيادين اللي بيقولوا عليه تنور، اللي هو الريح اللي بيلف ده بيقولوا عليه تنور.